هدي حسن، هدي السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو هذا ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله قلت ضروري خصني نصور لكم الاجواء ديال الثلج اللي كاينه في اسطنبول. الصراحه اليوم ان شاء الله غادي ينزل بزاف ديال الثلج، هذاك الشيء علاش خرجت اليوم باش نقضيو الغرض ديالنا، لانه قال لك الضاء ممنوع زعما الناس يخرجوا الا للضروره القصوى، خصوصا بزاف ديال الناس يكونوا ما مبدلينش الرويدات ديال السيارات ديالهم، وكيعملوا بزاف ديال حوادث السير. هذاك الشيء علاش قرروا انهم ممنوع يخرجوا الضاء الا زعما للضروره القصوى. هذاك الشيء علاش خرجنا اليوم نقضيو الغرض ديالنا، وقلت علاش لا نصور لكم الاجواء كيف ما كتشوفوا معايا. الدنيا كلها مغطيه بالثلج، واليوم راه صباح الجو صراحه زوين، ورا شويه ديال الثلج كيطيح. مهم دابا حنا وصلنا هنايا، مشينا قدينا الغراض ديالنا. شفت معايا القهوه ديالي سخونه، عرفتي الريحه ديالها كتحمق، وغادي نشربها ونصور لكم عند المكان هذا كيفاش داير. صراحه زوين بزاف، صراحه اول مره كنجي لهذا البارك هذا، ولكن في الثلج كيبان زوين بزاف. المهم انا هذا الشيء درت انا هكا زعما صورته. المهم انا نصور لكم هكا، جبت ولدي هكا باش يلعب شويه بالثلج، حقاش كيتسطى عليه. العام اللي فات ما كانش كيخاف منه، ولكن هذا العام عجبو بزاف، كيبقى يطلف في الشرجوم وكيعجبو الحال، كيبقى يقول لي هبطيني هبطيني، وقلت هادشي هنايا باش يلعب مزيان مع راسو. شوفوا معايا انا الوليدات تبارك الله صايبو هذا زوين بزاف، واحد جوج الوليدات بقيني صغار صايبوهم تبارك الله ما شاء الله. المهم هذا هو البارك هكا كيفاش داير، كيبان لكم شويه خاوي. المهم راه عارفين الثلج الناس ماشي يخرجوش بزاف، وخصوصا اليوم راه غادي تحت الثلج مازال عاد غادي يطيح بزاف. المهم بزاف ديال الناس خرجوا دابا جابوا وليداتهم باش يلعبوا هكا شويه في الثلج، وهذا هذاك الشيء اللي درنا حتى حنايا. دابا نحاول نصور لكم هكا لقطات. بصراحه راه هذا البارك هذا شويه خاوي، ما فيش بزاف ديال الناس، وصافي هادشي اللي كاين. هادو جوج بنيسات هما اللي صايبو داك الراجل الثلج، صراحه صايبو زوين بزاف. المهم الاجواء صراحه زوينه. صراحه الاجواء زوينه صراحه. انا فاش كنشوف الثلج كنفرح، ما عرفتش واش كلشي الناس فحالي ولا غير انايا. المهم بزاف زعما دائما كنشوف الثلج كيطيح صراحه كنفرح، كيعجبني الحال، وضروري كنهبط ولا كنمشي هكا للبالكون كنبقى نتفرج في الثلج كيطيح. المهم شكون كيبان لكم الوليدات كيلعبوا، عاجبهم الحال بزاف، عرفتي كيديروا شي تسطيه، ولكن ما كنبغيش نصور بزاف هذاك الشيء علاش ما كنصور غير لقطات هكا. كياكل في الثلج عرفتي، يعجبو كيسحبو ايس كريم. عرفتي هاد البنيته هادي غتعدى ليا على ولدي، غادي تبقى كتضربو بالثلج بزاف. المهم الوليدات تبارك الله ما شاء الله عجبهم الحال، كيلعبو واخا كاين البرد شوي ديال البرد والثلج زعما بارد، ولكن ما كيتسوقوش كيبقاو كيلعبوا هذا كيجري. كيلعبوا كيجريو كيبقاو كيدابزوا بالثلج. المهم الاجواء صراحه زوينه، الوليدات الصراحه كيفوجوا شويه، وهذا الصراحه شي حاجه زوينه الصراحه، ولكن للاسف الناس اللي ما عندهمش الماوى كنتمنى من الله يا ربي يرزقهم من حيث لا يحتسبون. صراحه صعيبه بزاف في هذا البرد هذا، خصوصا دابا هاد العاصفه ديال الثلج، وبزاف ديال الناس مساكن ما عندهمش ماوى. الله يحسن العوان يا ربي ولا يرزق اي واحد، وانسان على شحال ما قدر يعاون زعما الناس اللي مساكن ما عندهمش ماوى ما يترددش
وزعم الله زعما يكون في ميزان الحسنات ديالو. وصافي هادشي اللي كاين الخير في المساعدة، ويا ربي يا ربي لهلا زعما شي واحد يحتاج شي حاجة، ويا ربي كاع الناس يكونوا عندهم الديور ديالهم، كاع الناس يكون عندهم اي حاجة كيحتاجوها لهلا يحتاج ما عرفتش واش يقولوا لا شي واحد لشي حد. الحمد لله الارزاق بيد الله، ولا يرزق كل واحد من حيث لا يحتسب. المهم دابا بدا كيتحتج، دابا خصنا نمشيو في حالنا. المهم دابا كتشوف كيفاش كتشوفوا معايا الثلج بدا كيطيح، صراحه الجو زوين بزاف مكرهناش، ولكن اللي تيكون عنده وليدات صراحه ما تيقدرش يبقى في هاد تما الثلج كيطيح وهو خارج على برا، شويه صعيب الحال. انا كنصور لكم هكا نغادى وكنصور لكم، اشوفوا معايا الثلج كيطيح تبارك الله ما شاء الله زوين بزاف. وكاع الناس اللي كانوا هنا بداو كيمشوا في حالهم، الدنيا تبقى خاويه هنايا. وكنتمنى من الناس اللي تيكونوا في الطريق يردوا البال بزاف وما يهزوش الطوموبيلات ديالهم الا ولا ما يهزوهاش كاع، كاينين بزاف ديال المواصلات يقدروا يستعملوهم، لان صراحه الطريق شويه صعيبه خصوصا هنا في اسطنبول كاينين دوك الطلعات والهبطات شويه صعاب في الطريق في السوق. تبارك الله ما شاء الله عرفتي مباشره راه كيبان اكثر، ما عرفش في الكاميرا ما تيبانش مزيان، ما تيبانش كيطيح بزاف، ولكن مباشره كيطيح اكثر من هذا، اكثر من هكا زعما كيفاش كيبان هنا. جينا للدار وعاودنا رجعنا خرجنا وقلت نكمل نصور لكم. دابا حنا غادي نمشيو لفوروم اسطنبول وقلت غادي نصور لكم هكا شويه الطريق وهذا. المهم دابا حنا وصلنا هنا بلي هذا المنظر صراحه عجبتي بزاف، قلت ضروري نصوره لكم نحطو لكم في هذا الفلوغ هذا. صراحه شوفوا معايا الاجواء صراحه واللون الابيض صراحه زوين بزاف. هنا كبالك اغلبيه الناس كيشدو قهوه كيجيبو قهوه ديالهم عفوا وكيشربوها هنايا، صراحه الجو زوين وريحه القهوه غزاله. المهم دابا حنا سالينا النهار ديالنا وجينا للدار، ودابا راه الليل دابا ما عرفتش واقيلا الوحده ديال الليل ولا ما نعرف شحال. المهم شوفوا معايا لا هي 12 ديال الليل يمكنش من الوحده. شوفوا معايا دابا هذا شحال ديال الثلج كيطيح، عرفتوا راه كيطيح بزاف بزاف راه ما كيبانش مزيان في الكاميرا. والغد لي في الصباح خرجت قلت ضروري غادي نصور لكم، شوفوا معايا راه مازال راه حيدو شويه ديال الثلج.